وانا خويا كان هاد الحادث اللي واقع كتاثر بزاف على الناس هادو ولا حنا كاملين راه واقعين ضايعين بزاف الحوق ديالو. دابا حنا خدام دابا خدام ما كنديرش شري ما والو مريح وعندي جوج وليدات وعندي الوالده مريضه مسكينه وانا هو اللي هاد الدكتور كامل كنطلب من الحكومه يعني تعاونني ودير معايا شي حاجه. انا ما عندي لا راميد ما عندي حتى شي حاجه عندي الله غير سبحانه وتعالى هو اللي عندي. وكنتمنى هاد الناس اللي كنسمعوا الصوت ديالنا يتعاونوا معانا ويشوفوا كيفاش الحل كيفاش يديروا معانا. حنا دابا راه فوق رائعة هنا يعني كنبيعو مسرو وبقينا كنبيعو مسرو وبقينا كنديرو حتى شي حاجة كنجيو كنبقاو مشغولين كنمشيو نجرو هنا الفلوس كنمشيو نتخبو فيها يعني مبقيناش الدراري باش ناكلوهم ملقيناش باش ناكلوهم الحاجة اللي غناكلوهم بها كنجيو هنا تما كتشوفو تما كتشوفو حتى واحد مكيبيعوش يعني هاد الناس كلها غتموت بالجوع. حنا بدنا بالجوع دابا حاليا انا فاش غادي للدار غادي انت غادي بالشيبة وغادي بالزيتون واش عائلة غدير الشيبة والزيتون راه لا يعقل. علاش ضرينا ما نبقى عندنا حتى حاجه باش حوايج ما بعناهم راه صافي راه بقاو الحوايج نحيدو نبقاو عيانين يعني. الله يعين حنا راه مكرفسين مكرفسين حتى لاقصى درجه مكرفسين. شي ياكل طرف الخبز وانا ما عندناش معانا وين يتعاونوا معانا ما عندناش ما عندناش او عندنا الوليدات عندنا شحال من حاجه ما بحالناش واش غناكلو غنشربو ما حياتنا الكرا ما حياتنا الهادي ما حياتنا الهادي يديرو معانا شي حل او عندك راميد؟ ها عندك راميد؟ عندي الراميد ولكن وافي ما غيطلبوش لنا الراميد بلا وافي وانا دابا عندي موية اش غنوكلها واش غنشربها وما بحالناش وتعاونوا معانا. انا تنترزق الله في معمل خدام 15000 ريال السيمانه تنعاون بها امي وتنعاون بها وي دابا امي مريحه وعندي خوتي الله يحسن العوان وهادي ودرت فراشه وداوها ليا وما عنديش دابا بغيت نشوف من شارع مالي تعاون بها كيفاش هذا التليفون هذا خدام انا كنبيع ونقرا بصور وليدات دابا وقت دايره دابا مع هاد الازمه هادي مع هاد المرض هادا دابا كندورو كنتصادقو عندنا وليدات دابا قضية جاب الله ما جابش الله ودابا ريحنا في الدار تقدينا داكشي اللي تقدينا بقينا نصرفو 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 ناكلو حتى مشى كلشي بقينا باكر.